أعزائي المشغلين، بعد 6 أيام من العمل أخيرا نزلت الحلقة 58 من سلسلة سكيبي دي تواليت، وهذه الحلقة كانت في منطقة أخرى لأننا رأينا الساعة الكبيرة المشهورة الموجودة في لندن، وهذه المنطقة هي منطقة لندن. وبدأت هذه الحلقة كالعادة بحرب بين رجال الكاميرات ورؤوس المراحيض، وشاهدنا أيضا شخصية جديدة من منشار رؤوس المراحيض والذي كان يبدو متطورا عن المراحيض الأخرى، وشاهدنا أيضا دخول زعيم السماعات إلى هذه المعركة وعودته إلى الميدان، وكان غاضبا ويريد الانتقام من هذه المراحيض لأنهم هم السبب في قتل رجال السماعات والكاميرات لأنهم كانوا يتحكمون فيه في الحلقات الماضية. وبعدما قتل جميع المراحيض غادر هذه المنطقة، وظهر بعدها زعيم الكاميرات ولم يكن يعرف ايش اللي حصل في هذه المنطقة، وذهب ولحق زعيم السماعات. فاليوم راح اقوم بتحليل وكشف اسرار هذه الحلقة، فلا تنسوا دعمكم الاسطوري وخلونا نكشف على اول سر. في اول مشهد نلاحظ رأس المرحاض هذا، ويبدو لي يا جماعة انه مختلف عن المراحيض الاخرى لانه لم يكن يقل الكلمة المشهورة سكيبيدي داب داب، كان يتكلم بلهجة واحدة وهي سكيب سكيب سكيب. فأنا أتوقع أن المراحيض هذه المنطقة يختلفون عن المراحيض المناطق الأخرى التي شاهدناها في الحلقات الماضية. نلاحظ أيضا هؤلاء رجال الكاميرات المعلقين على عمود الكهرباء وكانوا مرعوبين من هذا المرحاض. وبعد أن نلاحظ رأس مرحاض آخر يقوم بسحب رجل الكاميرا، ورجل الكاميرا هذا يريد المساعدة من المصور حق الحلقة هذه. ونلاحظ في نفس المشهد رجل الكاميرا الذي كان رأسه مقطوع عن جسده، وفي أيضا رجل سماع الرمادي الذي لم نره من حلقات قديمة وكان الجميع يظن أنهم انقرضوا، ولكن في هذا المشهد نلاحظ أنهم كانوا في هذه المعركة موجودين طبعا. ونلاحظ في نفس الخلفية رجل الكاميرا الذي كان يجري نحو هذا رأس المرحاض وكان يريد إنقاذ زميله رجل الكاميرا. ونلاحظ بعدها في الزاوية الأخرى خروج رأس مرحاض المناشير وكان متطورا وكان يبدو مألوفا عنا لأننا رأينا النسخة تشبهه في الحلقة 47، وكان عنده منشارين مثل هذا المنشارين لكنه لم يكن يمتلك مخالب مثل المخالب الموجودة في هذا المرحاض. ونلاحظ أيضا في التوربين الذي كان يطلق النيران يبدو لي أنه نفس التوربين الموجود على مطرقة زعيم الكاميرات. ونلاحظ أنه قام بقتل رجال الكاميرات ورجال السماعات هنا في مخالبه، ولكن الشيء الغريب هو لما قتل الرجل الكاميرا هذا بمخلبه فنلاحظ وجود أشعة زرقاء، وهذه الأشعة تشبه الأشعة التي كانوا يسيطرون على زعيم السماعات بها، وهذه أشعة يا جماعة موجودة فقط في هاكر المراحيض الذي كان يشل بها أعدائه. لكن مهمة الأشعة في هذا المرحاض ليست تهكير رجال الكاميرات بل شلهم والسيطرة عليهم. ونلاحظ أيضا بعد تقدمه كان يرتدي واقي لعينيه، وهذا الواقي كان عليه آلة للاستشعار والتحسس لأن هذا المرحاض لا يرى، وكان يتحسس فقط بهذه الآلة الموجودة على عينيه لأننا لاحظنا قبل ظهور زعيم السماعات فكان يعلم بوجود زعيم السماعات في هذه المنطقة وقام بعدها بالاختباء من زعيم السماعات. في هذا المشهد تم ظهور زعيم السماعات الذي كان غاضبا وكان يريد الانتقام من هؤلاء المراحيض، لكنني لاحظت في هذه الحلقة أن جميع المراحيض الموجودين في هذه المنطقة كانت مراحيض رمادية اللون ولم يكن فيه مراحيض بيضاء كما لاحظناه في الحلقات الماضية. فأنا أتوقع أن هذه المنطقة هي منطقة جيش المراحيض كما لاحظناه في الحلقة التي كان يتدارب فيها المراحيض مع زعيم التلفاز. ونلاحظ بعد هجوم زعيم السماء ظهر في خلفية المشهد هذا الضوء الأخضر، نلاحظ ظهور هذا الرجل مجددا الذي ظهر في الحلقة 47 وهو نفسه هذا الرجل، وأنا أتوقع أنه يمثل شخصية دافوك بوم وهو نفسه مخرج هذه السلسلة. فيبدو لي يا جماعة هو من يتحكم بهذه الحرب وهو من يتحكم برجال السماعات والكاميرات، لأن ظهوره في هذه الحلقات هو ظهور لسبب ما موجود في هذه الحلقات. وفي المشهد اللي بعده نلاحظ أن زعيم السماعات كان موجود وراءه مرحاض المنشار الذي كان في البداية، ويبدو لي أن هذا المرحاض المنشار كان يريد تهكير زعيم السماعات لأننا لاحظنا أن هذا المرحاض يمتلك نفس الشعاع الموجود في الهاكر، وفي احتمال ثاني أنه كان يريد قطع السماعات الموجودة في ظهره كما لاحظناه في الحلقة الذي كان يتدارب مع زعيم التلفاز والذي قاموا بقطع أجهزة السمع التي كانت موجودة على كتفيه. فهذا المرحاض قام باللف وراء زعيم السماعات لكي يقوم بعملية التهكير أو بعملية قطع السماعات، لكن زعيم السماعات كان حذرا وكان يعرف جميع خطط المراحيض، فبعدها تم القبض على هذا المرحاض وتفجيره. فنلاحظ ظهور المراحيض طائرة المزودة بأسلحة والمدافع وكانت تحاصر زعيم السماعات من كل الاتجاهات، قاموا بإطلاق القذائف على زعيم السماعات لكن زعيم السماعات لم يتحرك من مكانه لأنه مزود بالدروع الموجودة على سماعاته، وكان يعلم أن هذه المدافع لا يمكنها أن تقوم بالضرر على جسده. وبعد كل هذه الانفجارات والدخان ظهر زعيم السماعات وقام باللف ودوران حوله
وقام باستعمال السلاحين الموجودين على ذراعه وتفجير جميع المراحيض الموجودة حوله. يبدو لي أن زعيم السماعات قد اكتسب خبرة كبيرة وعنده مهارات جديدة أخرى يا جماعة الخير لم نراها. فبعد مغادرته من هذه المنطقة ظهر زعيم الكاميرات في هذه المنطقة. أول شيء نلاحظه أنه لم يكن موجود الخناجر التي كانت مغروسة في جسده من الحلقة 57، فهذا يعني أن السيوف التي كانت مغروسة في جسده لم تكن تؤثر عليه وقام بنزعها. وكان حائرا في هذا المشهد لأنه لم يكن يعرف ماذا يريد زعيم السماعات من الانتقام هذا، فقام باللحق بزعيم السماعات. وهنا اختفت الشخصية التي كانت موجودة خلف المبنى، حيث أننا نشاهد اختفاء الضوء الأخضر الذي كان في هذا المبنى، وبعدها مباشرة اختفى الرجل الذي كان موجود هنا. فاذكروا لي يا جماعة المشقلبين في التعليقات ما هي مهمة هذا الرجل الذي كان يظهر في هذه الحلقات الجديدة؟ ايش هي توقعاتكم في الحلقات القادمة؟ انا توقعاتي في الحلقات القادمة ان زعيم السماعات ذاهب الى المخبر او المختبر الذي كان موجود فيه مخترع المراحيض، لانه يعلم الموقع ويعلم جميع اسرار المراحيض لانه كان مهكرا من قبل. وهذا كان تحليلي للحلقة 58، فلا تنسونا من دعمكم الاسطوري يا جماعة المشقلبين، وشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.